إن مدة أو كام صناقة ديادة مقالة الله سعانود محو كدغان يهي سليبان أحمد عيسي حقلة توسية هاد الكيسو سامين انتين ليك بوكو يلان كرا سومالي لان كتناسل كهانكي سمدح ويني يورور سياسة ديادكي شعبك وكسو قد بي إسرائي بريبك ويشيك صدحادي دورة شوينك محاي نوكو غان كرنا سببت الرسميق أهي بدشي موقف كيسا سياسيكا كان وربحين تيننا يينو كسو كوبينا هاد الكيسة ماانتا فراغين كسابسان يسويا الكيسة سليبان أحمد عيسي حقلتو سيو كميدا سياسيين تكسو تشيدا أهد ديقمدا بو غودلي أو غوست مادا قبول كتوك دير أيا مركيو غوه ريسيكا هادلي قد يدا مقالة اللاس عانو وضي حارونتا قبول كسول إساقا أوشيغا يينو كتناسولي هانكي مدحوين النمو يو سومالي لان كلاها يسيدا أوكالي ورور سياسي ديت كيسي كسو بحي دورة شدي وقدن بيسي كاقب سونتي سومالي لان سليبان ايه هوري وحاو اسو عاس عاسي كبهد دي اس اس سي او كهو القلي كرتي ديگان مدى بو خودلي يدو او اسك هوري ما ديه بدانو عيدا مدى قران كاكموريا دا سومالي لان ده مري كدب ودا هادا لي يحل نبت قليا لغا قاري سليبان او كمد نقضي حكومة دي او هو قامين ايه مدحوين احمد محمد محمود سيلان يو اساق او كسو قبتاي حلال كالدوان waxa uu sida oo kale si weyn uga soo qayb qaatay ololihii iyo doorashadii lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee iminka talada haya Muuse Biixi Cabdi isagoo ka tirsanaa xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmi hadaba maxay tahay waxa uu ka waayay Mr. Saleeban Soomaaliland ma ka helayaase aragtida uu maanta qaatay baahinteenana ayaynu laba dhinac ugu qaadanaynaa hadalka Saleeban Axmed Ciise xaglad toosiyo oo uu kan horeeyay حكومة دا مدحوين بيحي ايا وحا او كواي يحل اساق او كايددين ايا شانتي سندود اي تلاد سوهيسي ارنتاني ايا وحي كانتاي سليبان احمد عيسي حقلتو سيينو قوان كيسا بدلو ما داما اوان اي كرنا بحاين وضانياد دا ايا سيدا او كالي غرانيما دا كموريا دا سومالي لاني او قبنا كوچوغي وانا قودو كاكوبا دا اركتيدي سنبتا عام ماانتا صوبان ديگاي ايا دا او اي كسو بيگ ميسو مقالة الله سعانا ودي حارونتا قبل كسولو اي عيدان كاقران كاكموريا دا سومالي لانقعان تاكو هيا ورباهين تا حقوقا لو باريس كو سميسي هاد الكيسة كدب قوبتا او كسو غان يهايا يا واحي سوغا تيينو كوغو ديگمدا بو هودلي او هوست ما دا قبل كتوك دير قودب كالاباد اي نباهين تينا كفالاقين دونو ايا اهرا كحومو او كميو تييسو بيحيتان كورور سياسة ديت كشعبك waxana uu arkay waqtigan inaanu kalsooni buuxda ka heli karin shacabka Soomaaliland iyo sidoo oo kale deegaankiisa waana sabab kale oo uu siyaasigan ku abuuranayo shacabiyad uguna muuqatay inay ku jirto dantiisu ruuxashada mansab iyo meeqaan cusub ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xisadda ka taagan deegaankiisa Mr. Saleeban Axmed Ciise xaglad toosiye waxana uu hadalkiisa u dhuranayaa mid aan waxba ka tari karin doonistiisa waqtigan xaadirka waxana jira siyaasi kale oo isku deegan yihiin kaasi oo hoggaaminaya urur siyaasadeedka Waaberi Janiski ugu ballaadnaana uu halkan uga baneeyay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.